السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، نقدر نتكلم عن أحلام ورؤى مبشرة بالسفر إن شاء الله تبارك وتعالى. فهناك بعض الرؤى المبشرة بالسفر الذي سوف يعود علي بخير إن شاء الله. رؤية الرجل لتاريخ معين في المستقبل، هذه الرؤية ربما تكون مبشرة له بسفر في هذا التاريخ بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية القلم الرصاص، رؤية تدل على السفر. رؤية شراء كتاب من معرض أو من مكتبة، هذه الرؤية مبشرة له بالسفر إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية البيت الغريب، طبعا الكلام على فكرة ممكن يكون للرجال والنساء، ولكن للرجال بصفة عامة يعني أو للأغلبية يعني. البيت الغريب الجميل، هذه الرؤية مبشرة بالسفر إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية السلحفاة وهي تمشي على شاطئ البحر أو في أو أنها تعوم في البحر، السلحفاة من الرؤى الجميلة جدا التي تدل على السفر. رؤية سرقة الطعام من منزلك، حينما ترى أنه قد سرق الطعام من منزلك، هذه الرؤية مبشرة لك بالسفر إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الموج العالي، رؤية مبشرة بالسفر. رؤية المانجا، رؤية مبشرة بالسفر. رؤية شنطة السفر، فهي الرؤية على ظاهرها أحيانا تدل على سفر بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية أدوات النظافة في البيت، رؤية مبشرة بالسفر إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية ركوب البقرة أو الجاموسة في المنام، رؤية مبشرة بالسفر إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرض الجلدي، ودي رؤية كتير من الناس بتخاف منها، ولكن هذه الرؤية مبشرة بالسفر فهو شيء محمود بإذن الله. رؤية اللعب مع الكلاب، كانت الرؤية طبعا احنا دائما نقول ان الكلاب مش محمودة والكلام ده، لكن احيانا لما اشوف ان انا مثلا مبسوط مع وسط كلاب وكلاب شكلها جميل واشعر بسعادة ومش خايف منها ومفيش اذية، كل الكلام ده مش موجود، فهذه الرؤية قد تكون مبشرة بالسفر في الفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية بعد كده، رؤية اكل صدور الدجاج، رؤية مبشرة بالسفر. رؤية الورد البنفسجي، رؤية مبشرة بالسفر. رؤية إنقاذ شخص من الغرق، رؤية مبشرة بالسفر. رؤية سورة الإخلاص، رؤية مبشرة بالسفر إن شاء الله تبارك وتعالى. تظلونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.